وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة من العاصمة العراقية بغداد الكاتب الصحفي العراقي أحمد الفراجي. مرحبا بك سيد أحمد. أهلا وسهلا بكم، مرحبا. بداية سيد أحمد، كما تعلمون استشهاد 2 من المتظاهرين وإصابة آخرين برصاص القوات الحكومية والميليشيات في بغداد، كيف تقرأ عودة قتل المتظاهرين بهذه الشراسة مع انتهاء المهلة التي وضعها الثوار للحكومة؟ نعم، بداية تحية لك وتحية لمشاهدي قناة الرافدين. حياكم الله. أنا أعتقد هذا هو ما حصل اليوم للمحتجين العراقيين، هو ضمن المسلسل الذي يعني تستخدمه الميليشيات المرتبطة بإيران وكذلك بعض الأجهزة الأمنية التي تحاول فض الاعتصامات. حقيقة موضوع ضرب المتظاهرين هو ليس جديدا منذ انطلاق الثوار العراقيين ضد الفساد في العراق. شاهدنا عمليات قتل وشاهدنا عمليات اغتيال كثيرة، طالت الناشطين وطالت المطالبين بالحقوق وأيضا حملات الاعتقال المستمرة وحملات التغييب لهم. أنا أعتقد بأن الموضوع حقيقة بدأ يأخذ منحى خطير. اليوم هنالك الكثير من الشهداء سقطوا بين صفوف المتظاهرين، وأنا أعتقد أن الأيام القادمة ستشهد تصعيدا خطيرا. أيضا دعني أسلط الضوء على موضوع في بغداد. أغلب الطرق التي كان المحتجون العراقيون قد أغلقوها منذ مساء أمس، اليوم القوات الأمنية عادت إلى فتحها بالقوة واعتقلت عددا من المتظاهرين، لكن يبقى المشهد في جنوب العراق وتحديدا في البصرة والناصرية وكذلك كربلاء ومدن أخرى حقيقة لا تزال تشهد تصعيدا، ولا يزال المحتجون العراقيون في تلك المحافظات الجنوبية من العراق تشهد تصعيدا، ولا يزالون حتى هذه اللحظة يملؤون الشوارع. وأيضا المتظاهرون العراقيون حقيقة وضعوا بين خيارين لا ثالث لهما. الأول إن عادوا فإن الأجهزة الحكومية العراقية ستلاحقهم في المنازل وكذلك الميليشيات ستختالهم بالكواتب الصوت، وحقيقة إن يعني لم يخرجوا سيبقى الفساد في العراق. نعم سيد أحمد، عذرا لمقاطعتك، دعنا نسلط الضوء أكثر على هذا المشهد السياسي المتأزم بين الثوار والسلطة الحاكمة. قلتم هناك منحى خطير، هذا ما فهمته من حديثكم سيد أحمد. طيب انتهاء المهلة والتصعيد المقرر من الثوار إلى أي مدى سيغير موازين القوى في المشهد السياسي برأيكم؟ يعني أنا أعتقد أن المتظاهرين العراقيين سيصعدون أكثر، لكن للأسف حتى هذه اللحظة الطبقة السياسية الحاكمة في العراق لم تجد حلولا سريعة لمطالب المحتجين العراقيين. أنا أستغرب يعني حتى هذه اللحظة لم يتم اختيار رئيس وزراء عراقي جديد، وأنا يعني متيقن من أمر، وهذا ما أقرأه هو أن لم يتم التوافق على رئيس وزراء عراقي جديد، وكذلك هنالك الحديث عن انتخابات مبكرة في العراق. أيضا هذه الانتخابات التي يتحدث بها السياسيون العراقيين أنا أعتقد لن تتم، لأن هنالك كما تعرف ويعرف المشاهد هنالك الكثير من السياسيين حقيقة لا يرغبون بانتخابات مبكرة، وأيضا اسم عادل عبد المهدي المستقيل بدأ يتردد مجددا للإعلام، وأيضا للأسف هنالك الدول الغربية ونحن نتحدث على سبيل المثال على أمريكا
بعض الدول الأخرى ومنها أيضا الدول العربية الآن بدأت تتعامل مع عادل عبد المهدي، وعاد عادل عبد المهدي يصدر نفسه وتصدره الدول العربية والدول الغربية على أنه ما زال رئيسا لوزراء العراق. هي هذه المشكلة وهذا الذي يثير غضب المحتجين الشباب العراقيين. نعم، يعني عدم اختيار رئيس وزراء جديد برأيكم أستاذ أحمد هو بسبب استمرار الثوار وانتفاضة تشرين، أليس كذلك؟ المشكلة عزيزي هنالك تخبط سياسي. الكرة أحيانا يعني الكرة البرلمان يرمي بالكرة إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية ترمي بالكرة إلى البرلمان، فنحن بين هذين الأمرين. لكني أعتقد إن أصبح هنالك يعني تصعيدا خطيرا، وشهدنا عمليات يعني انضغط الثوار. أنا أعتقد أن العامل الدولي، وللأسف هذا الذي يحصل في العراق، أنا أعتقد أن العامل الدولي ربما سيضغط على رئيس الجمهورية برهم صالح لتقديم رئيس وزراء جديد. لكن إن قدم رئيس وزراء جديد، هنالك عدة أسماء كما تعرف جنابك، هنالك عدة أسماء الآن موجودة على الطاولة. سيتم ربما اليوم أو غدا أو بعد غد اختيار أو التوافق على رئيس وزراء جديد. لكن هل سيوافق المحتجون العراقيون على الاسم أو رئيس الوزراء الجديد؟ يعني هذا حقيقة ترتقبه. المحتجون العراقيون يصرون على أن يكون رئيس الوزراء العراقي القادم هو بعيد عن الكتل السياسية الحالية، وبعيد وأيضا يصرون على فم مسألة مهمة، هو ألا يكون التوافق يعني التوافق في تشكيلة الحكومة العراقية، إن كان إيران، وكذلك يمنعون تدخل إيران وأمريكا برئيس الوزراء العراقي القادم. وأنا لا أعتقد أن رئيس وزراء عراقي سيكون رئيسا لوزراء العراق إن لم تدخل أمريكا وإيران، وهذا عندنا بعد 2003. الثوار الآن أو المتظاهرون المحتجون العراقيون يحاولون تغيير هذه المعادلة. نعم. لكن ننتظر الأيام المقبلة هل سينجحون. نعم، وصلت الفكرة. الكاتب الصحفي والعراقي أحمد الفراجي، شكرا لانضمامك إلينا.